يقول لك جيمس كاميرون لما كان عمره 19 سنة جاته فكرة فيلم أفاتار، جاب سلسلة أفاتار الشهيرة. بس السؤال كيف جاته الفكرة؟ كان يتحمم وفجأة كده الفكرة قالت بوم وطلعت في راسه، ولا كان في طريق سفر لحاله ومشغل أغاني هادية وطلعت الفكرة في راسه برضه؟ يقول جيمس كاميرون يا جماعة إنه عنده منصة أو سينما خاصة فيه ما حد يتابع فيها إلا هو. لا لا لا، إيش الكلام هذا؟ كيف يعني؟ يقصد جيمس كاميرون يا جماعة إنه دائما تجيه أحلام أو إنه يحلم أحلام غريبة وعجيبة، وكان دائما ما يجمع الأفكار الغريبة والعجيبة هذه من أحلامه أول ما يصحى ويكتبها على جنب. تعرفون الأحلام بالذات إذا ما حكيتها لأحد ولا سجلتها ولا كتبتها في أي مكان غالبا راح تنساها. الهاردسكات هنا عندنا يا دوبك تخزن الواقع، ما في أمها حيل تخزن كمان الأحلام. يقول جيمس كاميرون لما كان عمره 19 سنة حلم كذا مرة بغابة مضيئة، إضاءة حيوية يعني إضاءة طبيعية ما يعرف إيش مصدرها، والغابة هذه فيها شوية أغصان كذا كأنها ألياف ضوئية بصرية برضو. يقول صحيت من النوم هذاك اليوم وأنا مرة متحمس ورحت وكتبت هذا الحلم أو كتبت الفكرة المبدئية هذه. الكلام هذا لما كان عمره 19 سنة، وبدأ يطور فكرة فيلم أفاتار بناء على هذاك الحلم. واليوم الفكرة هذيك يا جماعة اللي جيمس كاميرون شافها في أحلامه قدرت إنها تحقق أرباح تجاوزت 2 مليار دولار أمريكي. هذا الجزء الأول بس، باقي الجزء الثاني والثالث والرابع، ياب في 4 أجزاء قادمة لسلسلة أفلام أفاتار. اللي بقوله لكم يا جماعة لا تستهينوا بالأحلام، وانت مهتم في الكتابة والابتكار وجاك حلم كذا مميز، اكتبه على جنب، ارميه كذا على جنب، ما تدري متى تحتاجه، ممكن توظفه بعدين في المستقبل ويجيب لك مليارات زي جيمس كاميرون. جيمس كاميرون شاف فيلم او فكرة فيلم افاتار في حلم لما كان عمره 19 سنة، وسوى الفيلم او اخرجه لما كان في الخمسينات او في اواخر الاربعينات تقريبا. I mean دايم. ويا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه، كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. حياكم الله في سلسله اخبار هوليوود، السلسله اللي نناقش فيها اخر اخبار الممثلين والممثلات واي اخبار من هوليوود، من برا هوليوود، من عالم الالعاب، اي اخبار يعني. السلسله كانت في البدايه اخبار هوليوود بس هوليوود، بعدين صارت ايش اشياء كثيره مش بس هوليوود. لا تنسى تضغط لايك لو عجبك الفيديو، وتشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات، تعال تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش، كلها موجوده في صندوق الوصف. وقناه الالعاب والميمز لو انت مهتم بالترفيه والالعاب والاشياء المختلفه الثانيه الترفيه، هي برضو راح تلاقي قناة الألعاب في صندوق الوصف. غير كذا يلا بينا نبدأ. لعبة God of War الجزء الثاني، واللي تحمل اسم God of War Ragnarok، نفسي ألعبها بالمناسبة بس إيش منتظر الفرصة المناسبة. تخيلوا يا جماعة في أول أسبوع من إطلاق اللعبة قدرت اللعبة إنها تحقق مبيعات تجاوزت 5 مليون نسخة. ما فيني حل الرياضيات بس حسبها أنت. I mean damn، هذه هي حصرية على بلاي ستيشن. تخيل لو إنها متاحة على جميع المنصات، صدقني غير يوصل الرقم على الأقل 15 مليون نسخة. اللعبة هذه لها جمهور جدا جدا كبير حول العالم، الرقم هذا جدا طبيعي ترى. عموما اذا لعبت لعبه God of War Ragnarok شاركنا رايك في التعليقات. كريس هيمسورث يا جماعه طفش من شخصيه ثور، اوكي مش طفش منها بمعنى انه ما يبغى يقدمها مره ثانيه، ولكن الادم يقول فيما معناه يعني انه شخصيه ثور بدات تاخذ منحنى كوميدي وساخر اكثر من اللازم، علما انه شخصيه ثور مرت بتقلبات جدا كبيره ودراميه وماساويه في قصتها داخل عالم مارفل السينمائي. وللان ما في اي خبر رسمي هل ثور راح يظهر مرة ثانية في عالم مارفل السينمائي ولا لا، ولكن كريس هيمسورث يقول لو اني برجع لأداء شخصية ثور اتمنى بشكل جدا كبير انه يتم تقديم شخصية ثور بشكل اكثر جدية وبأسلوب مميز وفريد بعيد عن الفكاهة والسبهللة، ويتمنى برضو انه يودع عالم مارفل بطريقة تليق بفخامة وروعة شخصية ثور. طيب كويس، انا كنت متوقع انه مبسوط بالسبهله اللي صايرت له في اخر افلامه، بالذات مع تايكا وايتيتي ذا اللي قلب ام الافلام تبع مارفل تهريج وتهريج. عموما جود جاب كريس. صدر فيلم Guardian of the Galaxy الجديد، لا مش الجزء الثالث، ولكن الفيلم القصير الخاص بعطلة نهاية السنة أو الكريسماس. تقدرون تشوفون الفيلم الآن، متوفر بجودات عالية على الإنترنت أو على منصة ديزني بلس. مدة الفيلم تقريبا 40 دقيقة. الفيلم للأمانة مرة ممتع ولذيذ وخفيف ولطيف ويغير لك جو، ويفضل إنك تتابع الفيلم يعني مع وجبة خفيفة كذا، لأنه الفيلم مرة خفيف ولطيف وبعيد كل البعد عن الأكشن والمغامرة. وأما بالنسبة للجزء الثالث من Guardian of The Galaxy فهو قادم سنة 2023 وبالتحديد في شهر مايو. التاريخ هذا مش رسمي، إلى الآن هو تاريخ مقترح. دريم وورك يا جماعة أخيرا وبعد سنوات طويلة وأجيال كثيرة قرروا إنهم يغيروا الأنيميشن تبعهم تماما. الأنيميشن أتوقع أنك وصفت الموضوع بشكل غلط يا وجيه. أوكي أقصد الأنيميتد لوجو، الشعار المتحرك تبعهم اللي يجي في بداية أفلامهم، اللي كان عليه ولد صغير يصيد بسنارة من على سطح القمر. ياب كلنا نعرفه تقريبا.
عملوه بشكل جديد وحلة جديدة عصرية ولطيفة جدا صراحة. بالرغم من اني مرة احب الانيميتد القديم، ولكن التغيير ما هو غلط، بالذات اذا كان بالشكل الجميل هذا. HBO Max يا جماعة تطلق بوستر جديد للمسلسل المنتظر والمشتق من سلسلة العاب The Last of Us. عاد المسلسل ما عاد بيجي له شيء تقريبا 3 شهور باذن الله وبنشوفه. صدقوني لو اقول لكم انه عشاق اللعبة متحمسين للفيلم اكثر من اي جمهور ثاني، فلا تخيبوا ظنهم. HBO Max ظبطوا المظبيط الله يعطيكم الصحة والعافية، لانه لو اسأتوا للعبة بطريقة ما صدقوني راح يقلبوا الدنيا فوق تحت. تارنتينو يا جماعة يفجرها ويخرج ما بداخله من غضب طال غيابه. واضح انه تارنتينو يا جماعة كذا جلس ساكت 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 واخر شيء بوم انفجر. تارنتينو يا جماعة يقول انه عالم مارفل عالم محدود جدا وما فيه اي مساحة لافكار جديدة، وان النجوم اللي قدموا دور الشخصيات او بعض الشخصيات الخارقة داخل عالم مارفل السينمائي مش هم النجوم بقدر ما انه الشخصيات اللي قدموها هي الشخصية النجمة او المشهورة. كابتن امريكا هو النجم كابتن امريكا مش كريس ايفنز، ثور هو النجم ثور مش كريس هيمسورث. والله شوفوا انا ما احب اناحل تارنتينو ولا احب اجادل في كلامه مرة، اللي تشوفه يا عم تارنتينو انت الصح، العالم كله غلط، عيش حياتك. دي سي ما يعجبك، مارفل ما يعجبك، السوبر هيرو كلهم ما يعجبوك، إيه اللي تشوفه يا عم؟ لو بالعكس راح تلاقيني أغني لك أغنية حمائي على كيف ويعمل اللي على كيف. وبما أننا في الفيديو الماضي يا جماعة تكلمنا عن ميزانية فاست أند فيوريوس الجزء العاشر اللي يشاع أنه راح تتجاوز 380 مليون دولار، أحب أقول لكم أنه جيمس كاميرون برضو فجرها هو الثاني. بعض المصادر يا جماعة تقول أنه فيلم أفاتار الجزء الثاني كلف إنتاجه ما بين 340 مليون وإلى 400 مليون دولار أمريكي تكلفة إنتاج الفيلم فقط. لا حقيقي ايش الثقة العجيبة في عالم افاتار والسرعة والغضب او فاست اند فيوريوس هذا يصرفوا عليها المبالغ الكبيرة دي دايم. فاكرين بامبي يا جماعة؟ يب الغزال الكيوت هذاك من عالم ديزني، كنا نتابعه كذا واحنا صغار يا زيننا، ما كنا فاهمين ايش السالفة بس كنا ننبسط معه. يا سلام عليكم، احب اقول لكم يا جماعة انهم الحين شغالين على مشروع فيلم رعب لهذا الغزال الكيوت. لا تسألني كيف ولا تسألني شلون، كل اللي اقدر اقوله لك عن قصة الفيلم اللي راح يتم تطويره لشخصية بامبي هو انه ام بامبي راح تموت وبامبي بعدها راح يتحول الى ماكينة قتل شرسة. يرضيكم كذا يا جماعة؟ يرضيكم بالله يحوسوا في ام طفولتنا وذكرياتنا ويشوهوها؟ اخ بس. وفيلم نايفز اوت الجزء الثاني نزل في صالات سينما محدودة حول العالم، تقريبا حوالي 600 سينما فقط، وراح يتم عرض الفيلم لمدة تقريبا 10 ايام او اسبوع، وبعدها راح يتم سحب الفيلم من صالات السينما ويتم عرضه مباشرة فقط على منصة نتفليكس، لأنه نتفليكس اللي عملته. الحلو في الموضوع يا جماعة أنه الفيلم إلى الآن أخذ تقييمات جدا جدا عالية ومراجعات جدا رهيبة، فإذا أنت محظوظ ولقيته في السينما اللي في مدينتك روح تابعه برضو لأنه السينما برضو أفضل يعني، ولو ما لقيته انتظر زي كلها كم يوم وراح نتابعه بجودات عالية على منصة نتفليكس أو على أي منصات ثانية. وفي حال لا سمح الله وما شفت الجزء الأول من سلسلة أو من فيلم نايفز أوت، أحب أقول لك مرة لا يفوتك، فيلم لذيذ خفيف كوميدي جريمة تحقيق رهيب مرة رهيب، ميكس رهيب كذا غالبا راح يعجبك. وكمان صورة جديدة من فيلم انديانا جونز تم نشرها الأسبوع الماضي، ويشاع يا جماعة انه راح يتم التلاعب في عمر هاريسون فورد في بعض المشاهد حيث يظهر بنسخة شابة بالكمبيوتر يعني CGI. واضح انه بيكون في فلاش باك او حاجة تتطلب انهم يتلاعبوا بملامح وجهه بحيث يصير اصغر سنا. وفيلم بلاك بانثر وكاندا فور ايفر يا جماعة يكسر حاجز 600 مليون دولار أمريكي في شباك التذاكر العالمي إلى تاريخ هذا الفيديو، وتقييمه إلى الآن ما زال يلعب ما بين 7 و7.5 من 10. لو جاتك فرصة تابعه في السينما لأنه مرة رهيب ولذيذ، لازم تكون متابع عالم مارفل يعني. فيلم لوثر المكمل لأحداث مسلسل لوثر راح يتم إطلاقه على منصة نتفليكس في شهر مارس القادم. هنيئا لجمهور المسلسل، أنا ما تابعت المسلسل بس جلست أقرأ تعليقاتهم في تويتر، مرة مبسوطين إنه في فيلم مكمل لأحداث مسلسل لوثر. ففيلم سترينج وورلد يا جماعة من استديوهات ديزني وفيلم انيميشن تم عرضه في صالات السينما يا جماعة، وللأسف مثل ما يقولوا جابها شمال. قصة الفيلم يعني مثيرة للاهتمام إلى حد كبير، والتريلر كان برضو مثير للاهتمام إلى حد كبير، ولكن بعد العرض الفيلم أخذ على الرأس إلين قال آمين. التقييمات اللي أخذها سيئة وكمان الإيرادات اللي جابها جدا سيئة. الفيلم ديزني دافع عليه حوالي 120 مليون دولار أمريكي
وفي أول أسبوع بس جاب حوالي 27 مليون دولار وحول العالم. في أمريكا بس جاب حوالي 18 مليون. الرقم هذا ترى في عالم ديزني وفي عرف ديزني وفي عرف أفلام وأعمال ديزني ترى رقم جدا سيء. لا وبشركم من المتوقع أنه الفيلم ما راح يقدر يوصل للمئة مليون أصلا، يعني غالبا الفيلم بيخسر في شباك التذاكر إلين إذنه. ورسميا يا جماعة وختاما تم الانتهاء من تصوير مسلسل تيد. أكرين تيد الدبدوب اللي فيه منه جزء أول جزء ثاني أفلام؟ ياب، تم الانتهاء من تصوير المسلسل المشتق من عالم تيد. الآن ما في موعد رسمي ودقيق لموعد عرض المسلسل، ولكن اللي تأكدنا منه أنه تم الانتهاء من تصويره بشكل رسمي. بس والله يا جماعة الأسبوع هذا للأمانة ما في أخبار كثيرة سوى هذه الأخبار البسيطة اللي قلتها لكم. فلا تنسوا تضغطوا على زر اللايك لو عجبكم الفيديو، وتشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين، وتابعونا على موقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وقناة الألعاب والميمز والقناة الترفيهية بشكل عام موجودة في صندوق الوصف. كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.